بروفيسور، ربما تعول الحكومة على زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى بغداد للتباحث بشأن إطلاقات المياه، لكن هل تعتقد أن تركيا ستفرط بإطلاقاتها بعد حديث مسؤول أممي كبير عن دخول عصر الغليان؟ وهل سيبقى العراق بانتظار حلول السماء؟ عزيزي، شوف، تركيا معروف اتجاهاتها بهذا الموضوع. يعني أنا دائما أقول مثل على هذا، عندما افتتحوا سد أتاتورك كان تركت أزول رئيس الوزراء التركي، وله خطاب مشهور في هذه المناسبة. من ضمن هذا الخطاب اللي يهمنا، قال وقتها رئيس الوزراء التركي أنه مثل ما أن تركيا ما إلها أي حق بقطرة من نفط العراق، فالعراق ما له حق بأي قطرة من مياه نهري دجلة والفرات. هذا التفكير التركي. إضافة إلى هذا، وأنا دائما أقولها، إحنا إذا نحسب المشاريع التركية إذا نفذت جميعها فراح يجمعون بحدود 192 مليار متر مكعب. مصروف أو استهلاك تركيا للمياه لا يتجاوز 87. طيب الزيادة شو يسوون بها؟ الزيادة هم يحاولون يستعملون المياه كسلاح للتفاوض والاقتصاد التركي. يعني وهذا استعملوه سنة 87 مع سوريا، قطعوا عليهم المي واضطرت سوريا تسلمهم عجلان وتغلق كل معسكرات تدريب القوى المناهضة للحكومة التركية، واعترفت لهم ب لواء الإسكندرونة أنه يكون تركي. فهم يحاولون أن يخايضون سوريا والعراق بالنفط، لأنه إذا كملوا هاي المشاريع اللي عندهم راح يوفرون 40% من الطاقة المستهلكة، يعني معناها يوفرون 28 مليون طن من النفط كاستيراد سنوي، والبقية يخايضون بها سوريا والعراق حتى يحصلون نفط ويأمنون اقتصادهم. فلذلك المفاوضات مع تركيا يجب أن تكون حساسة، يعني حول المياه فقط لا تجدي نفعا، لأنه هاي جربناها صار 60 سنة. وأنا أعرف عديد من الوفود المفاوضة اللي راحت إلى تركيا وإلى الآن ما توصلوا إلى أي نتيجة فعلية بتوقيع اتفاق ملزم لتركيا. فلذلك إذا ما نستعمل الملف الاقتصادي والأمني مع تركيا ما راح نتوصل إلى أي نتيجة فعلية دائمة لخدمة العراق من ناحية الحصص المائية الواردة من تركيا.